dit ange des sept anges, l'humain va marquer comme un système de représentation sauvée. اللي هي برانش صغيره من البرمجه اللغويه العصبيه NLP Neuro Linguistic Programming. هي مجموعه طرق واساليب تعتمد على المبادئ النفسيه. الهدف نتاعها باش تعاون العباد باش يحققوا نجاحات وانجازات خير في حياتهم. تتميز انها ثيرابي ذاتيه وسلوكيه باش كل حد يطور ويغير من روحه وحده وحده. اول جزء من الناس اللي اكتشفوا الـ NLP هما ريتشارد باندر اللي هو اتيديون بسيكولوجي و جون جريندر أستاذ مساعد اللغوية. عام 1973 قالوا أنهم يحطوا الـ NLP كعلم يدرس واعتمدوا على طريقة النمجة. النمجة هذه معناها نمجة تعبير الناجحين منهم فيرجينا ساتير. فيرجينا ساتير كانت عندها كاباسيتي كبيرة باش تعالج لي بروبليم فاميليال. فوالا هذوما ريتشارد باندر و جون جريندر. من المعروف انه اختلاف الشخصيات نتاعنا يؤدي لبرشا مشاكل. دونك سي فوالا علاش الانظمه التنفيذيه تعملوا. والمعروف انه الانظمه التنفيذيه هما سورس دو كونيسونس و تابرونتيساج دول نتاع المعلومات، يعني موقع الادراك. ما ننساوش هذا اللي ابارتيغ من الـ NLP و سيرتو معناها الانظمه التنفيذيه هذوما يعاونوا برشا في القرايه. خاطر كي بيرسون يعرف النظام التمثيل نتاعو هذيا تعاون في الريفيزيون. من اسباب الفشل نتاع العباد في القرايه انهم ما يعرفوش الميثود دو ريفيزيون الكومباتيبل مع مخاخهم. توا كيفاش نعرفوا الشخص هذايا اللي نحكيو معاه من كوتين اسكو سمعي والا بصري والا حسي؟ تسالو كيستيون تتعلق بالبصري. Une fois que tu as une autre jour, arrête de la chasse basale. Une fois que tu as une carte de 60 ou chez une mine à l'ASR, arrête de la chasse samaï. Une fois que tu as une lutte avant de résoudre lutte, arrête de la chasse hessi. Donc, on va voir dans une autre pour te dire que c'est fait que le had من هذوما. عندنا الشخص البصري. الشخص البصري هذا يميل برشا للتصاور وللاشكال وللكولور. كي يحكي ديما يقف في السنتر و يقعد في كونتاكت بالريال مع العباد، يحكي برشا بيدي ديما تخيل هكا فوق. بون شنو اخر؟ الشخص هذا يقص برشا على العباد كي يبداو يحكيو. من ليتور دو ترافاي اللي تنجم تعاون في التلفزيون انه يستعمل الخرايط، التصاور، لي تابلو، و سيرتو زاد يستعمل لي كولور كيما فلوريسون، هكا الاقلام الفلوريسون. كيفاش تتعامل مع شخص بصري؟ ماذا بيك ما تحكيش بصوت هادي، خاطر هيك أكثر حاجة تنرفزو بالكدا. أحكي بلغة التصاور، أحكي ما كيما نقولو تخيل، تصور، هاذوما حاجات ينتريسي بيهم. الشخص السمعي، الشخص السمعي هذا يعني برشا للأصوات، عنده حاجة بيا اللي هو كي يحكي ينجم يسمع برشا العباد، معناها أكثر من أنه يحكي معاهم، عنده كابيسيتي كبيرة باش يسمع العباد. سوفون تلقاهم لي بيرسون هذوما تلقاهم البروف يقول لهم ترى عاود باش كنت نخرج ويعاودوا من اجل كذا. مسكين البروف ما يعرفش ان الشخص السمعي مش بالضروره يقصدك باش تعرف اللي هو قاعد يسمع فيه. كيف تتعامل مع الشخص السمعي؟ احكي معاه كيما معناتها لغه الاسود. جونغ تحكي معاه تقول له اسمعني حلو ذلك. فاز كيما هكا. الحاجة اللي تنجم تعاونوا في التلفزيون انه يخلي واحد من صحابه يفهم الدرس. سي تو. عندنا البيرسون الحسي. البيرسون الحسي هذايا يميل برشا للسونتيمون والمشاعر والاحاسيس والكاريخ. حاسيلو كي يحكي يستعمل برشا معناها ديسكريبسيون ايموسيونيل. رايق برشا، هادي برشا في طبيعتو، ديما تلقاه يميل للوتا، حاسيلو حد وحد. من ميثود ترافاي نجم يتعاونوا هما يعمل زيكسبيريونس في الكلاس باغ اكزومبل والا يعمل بريزونتاسيون تياترال. هذه حاجه شنو تعملوا برشا. كيفاش تنجم تتعامل مع بيرسون حسي؟ عكس البصري بالضبط. معناها احكي معاه بلغه ديسكريبسيون ايموسيونيل. استخدم هذاك اسلوب الهمسات والهمسات كيما يقولوها. هنا حبيت نعطيكم كونسي كو المخ نتاعنا اي بريفير في معناتها في التعلم نتاعو اي بريفير لي زيماج لي كولور لي ستركتور لي تابلو. اعطي حاجه جديده كو معناتها تعطي تريكس تقول له شد احفظ. معناتها هذي حاجه ماهوش يكابتها. انا حطيت الفوتو هذيا باش نقول لكم اللي العباد لازمهم يتعلموا يعرفوا اللي كل واحد عندهم نظام تمثيلي خاص بيه. لازم العباد الكل تفهم بعضها.
كما قال زعما الدين كما قال فهمت زعما بلاتني فهمنا بس مش عملت ان اف بي.